بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحبة يا كرام، إيش رأيكم نروح في رحلة؟ لا مو أي رحلة، في أجمل رحلة، رحلة داخل أجمل بيت عرفته الدنيا، بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ندخل داخل هذا البيت ونشوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع زوجاته، مع أبنائه، مع بناته، مع أحفاده، مع أهله وأقاربه. نشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قديش نحتاج هذه الرحلة في حياتنا اليوم عشان نشوف إحنا مقصرين في إيش ونحتاج نتحسن في إيش. حنوقف مع مواقف بسيطة لكنها تسوي شيء كثير في حياتنا، وكيف نقدر نطبقها في حياتنا. خلونا نقول بسم الله وعلى بركة الله. فن الاستقبال. أول ما يدخل الإنسان إلى البيت تكون فيه عملية استقبال، فيا ترى كيف كان استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدخل من أهله؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها كانت إذا دخلت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لها ويجيها ويأخذ بيدها صلى الله عليه وسلم، شوفوا اللمسات، ويقبلها عليه الصلاة والسلام ويجلسها في مكانه ويقول لها مرحبا بابنتي وحبيبتي. ما كان يترك هذا أبدا، مهما كانت انشغالاته، مهما كان عنده ظروف، ما يترك هذا. تقول ما ترك هذا إلا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، عرفت أنه ما يقدر يقوم عشاني. إيش تأثير هذا على نفسيتها؟ والعكس بالعكس، هو إذا دخل صلى الله عليه وسلم هي تقوم له وتأخذ بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وتقبله وتجلسه في مكانها. يا ترى إيش تأثير هذا الاستقبال على حياتنا؟ قديش إحنا نحتاج فعلاً أي أحد يدخل من أهل بيتنا كيف يا ترى نستقبله؟ وكيف هم يستقبلون؟ لأنه الجزاء من جنس العمل. والله يا جماعة الاستقبال سيترك أثر كبير في البيوت، فخلونا نحسن الاستقبال مع العبارات الجميلة.